آمنت بالله من أكتر الحلقات اللي حسيت بمعنى الاسم بتاع برنامجنا حلقة الأمس وحلقة اليوم آمنت بالله. فسعينا الدائم هو للتأكيد على الإيمان والاستقامة، وجميعا نؤمن بالله ونسعى إلى الاستقامة، استقامة هذا المجتمع. حلقة امبارح كنا بنتكلم مع نيافة الأنبا مرقص رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس وأسقف شبرا الخيمة وفضيلة الداعية الإسلامي الكبير الحبيب علي الجفري. ماذا في القلب؟ في القلب ما في القلب؟ في القلب كثيرة جدا، وقفنا عند نقطة مهمة في حلقة الأمس وأسئلة عديدة لسه بنتكلم عليها من شوية قبل ما نبتدي التسجيل، دار حوار حول الغزو والفتح، هنرجع تاني نكلمكم عليه، بس هرجع لنيافة الأنبا مرقص تاني لنفس النقطة والعتاب على ما يكتب أو يعلن في الصحف ويمس أيضا ويجرح فيها. يعني لما يكتبوا حاجات واضحة ضد المسيحية، وأحيانا أسمع بعض من الناس اللي بتخطب في الجامع، ودي قليلة جدا في مناطق قليلة قوي قوي، لما ينعت المسيح يقول ده كفار ويكمل بقى يبقى الكفار قاتلوهم، بندخل في أماكن يعني حاجات صعبة جدا جدا. المشكلة ليست في الدين، أنا أعاني من مسألة، الكثير من الإعلاميين، لا أقصدك، الكثير من الإعلاميين، الكثير من المثقفين اليوم، الكثير من الأكاديميين يريدون أن يلقوا بمشاكلهم على 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 كاهل الأنبا وعلى كاهل الشيخ. المشاكل وراءها أسباب سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية، وأرادوا أن يلبسونا نحن إياها ويحملون مسؤوليتها. عندما تنظر في التاريخ، في كتب التاريخ القبطي نفسه لما فتح في كتاب تاريخ الأقباط، لما فتح المسلمون مصر عمرو بن العاص اتخذ كبار وزراء ومستشارين من الأقباط، كان رجل اسمه شنودة، كان من وجهاء القبط في ذلك الوقت، وجاء إلى عمرو بن العاص وقال له إن البطريرك القبطي الحقيقي موجود منفي في الصحراء لأنه كان ضد الاحتلال، ثم أرسل عمرو بن العاص بالأمان له في سائر أنحاء مصر حتى قدم فأقره على بطريركيته، ونفى البطريرك الذي جاء به الروم ليرغموا الأقباط على عقيدة لم يقبلها الأقباط. حضرتك بتقول لنا أن ده في كتاب قبطي، كتاب طبعاً الأقباط طبعاً. هذا موجود عندنا، وهذا هذا موجود عندكم. أمال منين جاي الإحساس بأن المسلمين غزوا مصر وحضرتك متحفظ على تعبير فتح مصر؟ لا، أنا أقول لحضرتك، ما دمنا نرجع للتاريخ، مصر أصلا فرعونية، نعم، وبعدين المسيحية دخلت في مصر وصارت مصر مسيحية، وما قلناش المسيحيين غزوا ولا احتلوا مصر، ده دخلوا والناس أمنت بالمسيحية وتحولت مصر بعد بعدة قرون إلى المسيحية. نعم. جاء الإسلام إلى مصر، ومصر كنا جاي دخل عمر بن العاص، دخل مصر ومعه مجموعة، أنا حسب ما قرأت في التاريخ أنهم كانوا 3000 واحد واستقبلوهم الأقباط. أيوة، أنا جاء غازيا أم جاء حن. لا، هو جاء مصر فاتح لسبب، إحنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم. وكانوا بعتين المقوقز والي وبطريرك في الوقت، وكان مستبد وكان بيتعب جدا الأقباط، لدرجة أنه نفى البابا بنيامين إلى الصحراء بعيد عن كرسيه. نعم. عمرو بن العاص لما دخل ولقينا أنه هو قادر على استعادة البطريرك وعودته مرة تانية لكرسيه، اتبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا، وبعد كده توالت أحداث التاريخ نيافة الأنبا وقاعدين مع بعضين. حضرتك من داخلك مقتنع أنه فتح؟ أصل كلمة فتح ما بقول يعني هي بمعنى ماذا؟ بمعنى إيه؟ يعني كنا قافلين الدكانة ولا قافلين البيت ولا قافلين البلد؟ لا، كانت البلد مقفولة بيد الروم. معلش، عشان كده بقول إيه؟ ففتحها إنها مقفول علينا طبعا من ناحية الحكم الروماني. نعم. فكل ما فتحوا دخلوا وبعدوا الحكم الروماني حاجة كويسة، ما يعني مش ما ضايقتناش طبعا. وفي البداية حتى لما فرضت علينا الجزية قبلناها. ليه؟ خلاص احنا قادرين، وكان الناس تقدر تدفع الجزية، اللي ما قدرش خلاص بقى قدامه حاجة من حاجتين، يا يسلم يا يحارب،
فالكثير من اللي ما قدروش يدفعوا. بتشوف في هذه المرحلة كان في أي اضطهاد للمسيحيين؟ هو أعرف إن هو كان لازم يدفع جزية. وبعد سنين حتى لما الناس أشهرت إسلامها كان بيودوا 6 مليون دينار لعمر بن الخطاب. 12 مليون كتب قالت 6 وكتب 12. هذا نقلا عن كتاب يعقوب نخلة تاريخ الأمة القطبية. ما أنا بقول في كتب. فلما أسلموا بعض الناس قلت ال 12 مليون فرفعها تاني بدل ما الواحد يدفع دينار أو 2 دينار رفعها بقى فالناس مش قادرة فبقى يشيروا إسلامهم تاني. هنا ابتدت تتوالى الحكاية. هنا عندي بس وأنا جميل أنا فرحان أولا بشيء أن هذا الحوار خرج عن طور المجاملات العامة. نعم. إلى طور المصارحة الصادقة وبهدوء. طبعا. بس هنا بعض الاستدراكات لو أذن لي. أتفضل. حتى في كتب الأقباط التاريخية الفتح الإسلامي رحب به تماما من قبل الأقباط بسبب كما ذكر الاضطهاد. ثم كما ذكر يعقوب نخلة روفيليه اسمه هكذا روفيلة في كتابه تاريخ الأمة القبطية التي طبع الأولى منه سنة 1898 وجدد في عام 2000 مطبعة التوفيق برعاية وإشراف مدرسة ماري مرقس لدراسات التاريخ القبطي يقول أنه بعد الفتح وبعد أن أمن البطريرك بنيامين استعان عمرو بالأقباط في تنظيم أحوال البلاد وفرض الضرائب بمعنى أنه عاد أوكل إليهم ترتيب مقدار الجزية بطريقة لا يكون فيها إثقال على الأقباط. وهنا يقول هذا كلام كتبه قبطي مسيحي يقول واختص الأقباط بمسك الدفاتر والدواوين فكان خصر في هذه السنة 12 مليون دينار مقابل 18 مليون كانت تجبى أيام الروم. فالذي حصل أن المسألة حصل فيها تخفيضا. هذه واحدة. الثانية المحاولة للرفع بسبب أنهم حصل منهم أناس وبالتالي يريد يعوض حاول بالفعل أن يفعل ذلك أحد ولاة مصر فزجره عمر بن عبد العزيز. نعم. وقال إن رسول الله بعث داعيا ولم يبعث جابيا فرفض مسألة أن تكثف الجزية إلى هذا الحد الذي يشعر المسيحي أنه إما أن يدفع أو يضطر. ولهذا حاول بعض المستشرقين غير المنصفين أن يدقوا هذا الإسفين من الفتنة بيننا وبين إخواننا المسيحيين العرب فذكروا أو حاول أن يوعزوا إلى الناس أن الذين أسلموا بسبب الجزية وهذه فرية كبيرة والرد عليها بسيط وهو أن الإسلام لم يصبح غالبية في مصر إلا بعد 800 سنة من الفتح. بمعنى لو كان الكلام صحيح بأن من أسلم من الذين أسلموا من الأقباط أسلموا بسبب الخوف من الجزية كان ينبغي أن يكون هذا في السنة المئات الأولى المئات الثانية بالكثير المئات الثالثة إلى عهد الحروب الفرنجة التي سميت بالصليبية وغالب سكان مصر والشام من المسيحيين الغالبية مسيحيين 800 سنة. لكن لما رأى أهل مصر الأقباط وأهل الشام النصارى لما رأوا الفظائع التي ارتكبت من قتل وحرق وإهراق للدماء وخيانة للعهود باسم الصليب الكثير منهم انتقلوا إلى الإسلام. وهنا مسألة يجب أن ننصف بها المرجعية القبطية في مصر كان لها هي ومرجعية الأرثوذكس المسيحيين في الشام كان لهم موقف مشرف ينبغي أن يدرس في المدارس هنا في مصر وفي الشام حتى لا يلعب أحد بعقول الشباب. لما أراد الصليبيون الفرنجة الذين سموا أنفسهم زورا بالصليبيين وبالمسيحيين أن يغزوا بلاد العرب أرسلوا إلى أقباط مصر المسيحيين وأرسلوا إلى نصارى ومسيحيي الشام أننا أصحاب دين واحد وإنا قد جئنا بجيوش قوية وسنسترد البلاد فقفوا معنا. فرفض بابا مصر أن يقف معهم ورفضت مرجعية الشام أن تقف معهم وفعاقبوا أقباط مصر بعد احتلال الصليبيين الأوروبيين لأرض بيت المقدس عاقبوا مسيحيي مصر الأقباط بمنعهم من دخول الحج منعهم من الحج قالوا لهم أنتم مجدفون وأنتم ملاحدة بسبب الاختلاف العقدي والحقيقة أنه بسبب أنهم رفضوا أن يخونوا بلادهم ويخونوا إخوانهم الذين معهم. جزئية أخرى أخيرة الكلام بأن المسلمين الموجودين في مصر هم العرب الذين هاجروا هذا غير صحيح أبدا. كلمة أقباط ليست للمسيحيين وحدهم في مصر. القبطي هو المصري المصري المسلم من أصول مصرية قبطي والمصري المسيحي من أصول مصرية أيضا قبطي.
المصري المسلم من أصول عربية هذا ليس بقبطي، وهؤلاء قلة في مصر، الغالبية الساحقة من مسلمي مصر هم الأقباط المسلمون الموجودون. عشان كده بعض المسيحيين بيقولوا لسنا عرب ولكن مصريين. أيوه أنا مصر طبعا على الكلمة أيوة دي، أن أنا مصري ولست عربيا. طيب قبل مصري أتكلم اللغة العربية. مصري مستعرب. لا أتكلم اللغة العربية. أي مستعرب. وأليست الثقافة العربية جزء من تكوينك؟ لا، ثقافتي مصرية الأصيلة طبعا، احنا واخدينها من الفراعنة، واخدينها كده. إذا جت لنا ثقافة أخرى عربية أهلا بيها ناخدها. فاحنا على فكرة مصر تمتاز بأنها متعددة الثقافات وتقبل جميع الثقافات، ولحد النهاردة بنقبل الثقافات كلها. يبقى أمر الردة والمسيحية التي هربت مع مسلم، والمسلم الذي تنصر ثم اختطف وأجبر، ولأن حكم الردة هو القتل. هنطلع فاصل ونرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. مشكلة المشاكل، الواد حب البت ولا البت حبت الواد، وتلاقي الدنيا ولعت وبقت اختطاف، ولا خبوها في الكنيسة، لا المشايخ عايزينها تطلع دلوقتي ويشوفوها، لا ده هم حصلت عملية تبشير ودوهم فلوس. دي حاجات من اللي في القلب، ده حاجات من اللي احنا طول الوقت بنشوف نتائجها وما بنتكلمش فيها. بتبدأ منين؟ الحقيقة الأول لازم نعرف ما هو الارتداد، وبعد كده نشوف المشاكل اللي بين ولد والبنت. تمام. كلمة إنسان يرتد أي يترك ما فيه، وفي الإسلام الحاجة المشهورة بتقول الارتد يقتل، وما قالش ارتد منين، ارتد من الإسلام ولا المسيحية ولا باليهودية، ما قالش. وأنا ضد القتل تماما، سواء ارتد ولا غير ارتد، ضد القتل تماما، لأن القتل أسلوب. أنا مين؟ نعم، أنا الأنبى ولا أنا الإنسان؟ أنا الإنسان. أنا الإنسان، مش أنا الأنبى. لا لا لا، ضد طيب. القتل تماما، القتل ده أسلوب يعني غير مقبول نهائي. أنا ما عجبنيش الدين اللي أنا فيه، أروح دين تاني، أنا حر. لكن يجي يقول لي أنت رحت الدين تاني ممنوع، الله، أو أنت اللي تحكم عليه ولا ربنا؟ أنا سامع حد بيقول طب خلاص بزعلوا لما حد بيروح دين تاني، بيصروا وياخدوه ويحبسوه ويضغطوا عليه ويحاولوا يرجعوه. لا لا، يجابونا واحد مسيحي راح الإسلام ومسكناه حد إطلاقا. بالعكس، كمسيحي 100% حرية الإنسان أن يعبد الله. هو يعني كل المسيحيين هيبقوا في نظرنا يخشوا الملكوت. ما في مسيحي ما بيخشش الكنيسة، في مسيحي ما بيعبدش ربنا، في مسيحي ما بيمشيش حسب وصايا ربنا. ايه التخلي ده نيافة الأنبا؟ مش تخلي، يعني واحد من الشعب كده يتعرض، ما ربما تعرض لغسيل دماغ وهو ضعيف، بنقعد معاه. ايوه، يبقى ما بنسيبوش كده ونروح طالبينه وخلاص. لا لا، ما لازم نعرف الحكايه. ما انا بقول مش كل المسيحي. طب مش اختياره، مش الانسان حر وده اختياره؟ لكن امسكه اقول له غصب عنك تعالى المسيحيه؟ لا لا، بس بتقعده وتحاول تسترده تاني. طب لازم، طبيعي، ده شغلتي. نعم، لازم. ولذلك احنا بنقول يا ريت الداخليه ترجع النصح والارشاد تاني. ليه؟ لان جايز واحد تبع مشكله ما في اسرته، في ماليه ولا في حاجه، وراح ساب المسيحيه. لما اقول له لا، مشكلتك مع مراتك احلها لك، مشكلتك الماديه احلها لك، خلاص. نعم، ارجع لي تاني، دي مطلوبه. لكن احبسه عشان اقول له ما تسلمش، ابقى انا ضد المسيحيه بتاعتي. لأن المسيح في مرة بيقول لهم يا جماعة حاجة إيمانية ما فيش داعي نقولها دلوقتي. نعم. فليه بعض من تلاميذه مشوا، فمسك ال 12 تلميذ اللي احنا بنقول دول اللي هم أحسن ناس، قال لهم أتريدوا أنتم أن تمضوا؟ كنت عاوزين تمشوا اتفضلوا. واللي مشوا ما قال لهمش تعالوا، قال لهم اتفضلوا على كيفكم. وفي ما اليهود، المسيح يهودي، بس السيد المسيح يهودي، كتير من اليهود ما أمنوش بيه، ضغط عليهم قال لهم تعالوا هنا، انا يهودي ما امنتش بيا ليه؟ طبعا لا، الايمان حر الانسان فيه 100%. وده حصل مع كل الانبياء، لهم اتباع وناس امنوا بيهم وناس لم يؤمنوا بيهم. ما فيش نبي نزل كل الناس. طب اذا كنا احنا مسيحيين ونؤمن بالسيد المسيح، الا نسلك حسب سلوكه؟ يبقى الانسان في حريته. ولكن المسيح لما جاله الشاب الغني بيساله سؤال، ابتدى يتفاهم معاه، يقنعه. اذا قبل بالاقناع قبل،
لكن احبسه واقول له مش سايبك الا لما تقول ان انا مسيحي وماشي حسب مسيحيه، طب انا غلطان. حضرتك اشرت الى توقف انساني لرفضك لفكره يعني ايه المرتد يقتل. ده طبعا. فحضرتك اتكلمت عن المرتد في المسيحيه وقلت مع السلامه. لا مش بنقنعه الاول، هنقعد معاه اقول له كلمتين و... لا مش كلمتين كتير. انا بسعى بكل امكانياتي. طيب. فيما عدا الضغط اقدرش اضغط عليه. جميل. انا عندي ثلاث جوانب. اتفضل يا فندم. اولا مساله معاقبه المرتد موجوده في الاسلام وفي المسيحيه وفي اليهوديه من حيث التشريع. المسيحيه ليست لها تشريع مخصوص في ذلك، لكنها تابعه للتشريع اليهودي في ذلك، والعهد القديم فيه هذه المساله، فهي ليست من امور المسلمين وحدهم. نعم. من حيث تاصيلها انه يوجد شيء اسمه قتل، ما معنى القتل ولماذا وكيف، هذه مسألة فيها تفصيل، ولعلنا ذكرنا ذلك في حلقة ماضية أن القضية ليست قضية الإجبار على الدين، لأنه لا يوجد دين بالإجبار. نعم. الذي ستجبره إما أن تبقى أو أقتلك سيقول لك بقيته غير باقي في قلبه، والدين. نعم. هو القلب، الإيمان ما وقر في القلب وليس الشيء الذي يتحدث به الإنسان. ولهذا ذكر كثير من علمائنا ومن ضمنهم سماحة المفتي الحالي شيخ علي جمعة أن حد الردة هو حد يتعلق بالأمن القومي للأمة. عندما تأتي مثلا مؤسسة من المؤسسات التنصيرية التبشيرية الإنجيلية وتتحرك في داخل مصر بإمكانيات مالية ضخمة للغاية، تستغل فقر الأرثوذكسي القبطي والمسلم الفقير الذي تحت خط الفقر، وتبدأ بتشكيل وجود قائم لا على الإقناع ولكن على استغلال الفقر والضعف والحاجة، وتحويلهم بعد ذلك إلى مجموعة ما لا نعرف سيكون ولاؤها غدا إلى أي اتجاه، أهو إلى هنا أم إلى الخارج، ولا أقصد بذلك الإنجيليين المصريين الموجودين الآن، أنا أتكلم عن الحملة التي تستجد، والتي ذكر حتى قداسة البابا أن هؤلاء لا يصح إيمانهم في هذه الحالة. لا طبعا. نعم. لا وقال طبعا. أنهم أخطر علينا من امتداد الإسلام نفسه. لأنهم يأتون باسم الصليب بالزبط. وباسم المسيحية. عندما يأتي عمل مثل هذا، هذا العمل ليس عملا دينيا تبشيريا فقط، ليست قضية أقنعني وأقنعك، القضية أصبح لها بعد سياسي، لها تدخل بعد ذلك سياسي. السودان كانت قطعة واحدة، فلما اشتغلت الكنيسة الأنجليكانية عليها لمدة 50 سنة من قبلها من احتلال سوداني، أوجدوا افتراق داخلي بين السودانيين بينهم البين، تحولت السودان الآن إلى دولتين. أندونيسيا اضطروا أن يفصلوا جزءا أساسيا منها وهو تيمور الشرقية بسبب الحملات التبشيرية التنصيرية التي ما جاءت للنصرانية. بس هو استغلال أيضا للظروف الاقتصادية ولفساد هذا الأنظمة. الذي أعني. نعم. هذا الذي أعني. نعم. في هذه الحالة الكلام عن القتل لا يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالمساس بأمن البلد. لهذا لمدة 1000 سنة ماضية أو يزيد لم تحكم محكمة مصرية بحد الردة بالقتل قط. راجعوا دفاتر المحاكم. لا أنا قلت في عز أيام تطبيق الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي إلى الآن مع تطبيق الشريعة والمسلمون قوة، ليست قوة في مصر، قوة على مستوى العالم، عندما كانت الإسلام هي الدولة العظمى في العالم والتي لا تستطيع دولة في العالم أن تتكلم معها أو أن تحاسبها أو تخاطبها، لم ينفذ هذا الحد. فلا يأتيني شخص يقول أن المسلمين في منهجيتهم القتل لأن ما عندهم الإقناع ونحن ما نقتل. هذه الجزئية الثانية، أن المسألة فرق بين التأصيل. نعم. وبين الممارسة المنفذة وهي قضية ترجع إلى سلطة ولي الأمر. النقطة الثالثة وهي نقطة جدا 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 مهمة، عندما نتكلم عن قضية التصرف مع من يغير دينه، مع من يقتنع فينتقل، لابد أن نضع بعض الضوابط، ليست فقط الدينية، الضوابط الدينية والضوابط القانونية في البلد. أنا متفق مع نيافة الأنباء بأنه لا، ما نضغط، ليس من حق الأزهر أن يحتجز أحدا مسلما تنصر ويمنعه من الخروج، وليس من حق الكنيسة أن تحتجز أحدا قد أسلم وتمنعه من الخروج. إذا اتفقنا أن هذه الجزئية جزئية قانونية محلها الدولة لا الأزهر ولا الكنيسة، ثم أصبح الذي يروج بالكذب مثل الذي حصل في إمبابة كذبة، تعالوا سوا 15 واحدة أخذوها وتحولت المسألة إلى الصياح إلى قتل وإلى، يجب أن يكون هناك عقاب قوي للذين يقفون من وراء تأجيج الناس أيا كان طرفهم. هذا الذي أردت أن أقوله. أنا في هذا الموضوع لسه ما زال لدي أسئلة، لكن للأسف الوقت أزف. أنا عايز أختم بكلمة للاتفاق. لا، إحنا دائما بنتفق في الأمور العامة، حتى في العقيدة متفقين، نحن جميعا نعبد الله الواحد ونؤمن بأن إلهنا إله يعطي ثوابا للناس اللي بتعمل صح وعقابا
للناس اللي بتعمل غلط، وفي دينونة في يوم القيامة، في كلنا نؤمن بالحاجات دي، ونؤمن بأن الله يأمرنا بالحب. نعم. يأمرنا بالسلام، يأمرنا بالأمانة، العدل. يأمرنا بالعدل، يأمرنا بأن كل واحد يفني نفسه من أجل الآخر. ده الكتاب عندنا يحسن إلى من يسيء إليه. ده الكتاب عندنا بيقول ليس حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه عن أحبائه. نعم نعم. يعني أنا أحب نعم. واحد أحط نفسي بداله. وقداسة البابا على فكرة في مرات كتيرة في المحاضرة يقول أنا مستعد أموت وأبذل دمي من أجل كل مصري مسلما كان أو مسيحيا. جميل. وقالها كتير جدا في المحاضرات. وما هو قرار البابا بالنسبة للقدس؟ أريد الشباب يسمعون. لا، البابا بيقول ما نروحش القدس إلا يدنا في يد المسلم. هذا الأمر سيكون في البداية وفي النهاية، أليس كذلك؟ تمام. مدام قلت أن سننتهي، أنا أريد أقول شيء. قمة من التلاحم كانت مصر وكانت بلاد الشام تعيشها بين المسلمين والمسيحيين. هذا تاريخ يا شباب، يا مسلمين ويا مسيحيين، أنتم شيء واحد لسنوات طويلة. ادرسوا تاريخكم، لكن احذروا من الذي يكتبه المستشرقون. مثلا تاريخ الأمة القبطية موجود في المنتديات، كتبته مستشرقة بريطانية، حرفت التاريخ وضربت به رأسا على عقب. ارجعوا إلى تاريخ مثل يعقوب نحلة، انظروا، هذا الرجل قبطي صالح والكنيسة تبنت ما قال. اقرأوا التاريخ الذي كتبه، ستكتشفون أن أحد كبار أو أحد عظماء الباباوات اللي هو كيرلس الرابع أبو الإصلاح، لما رأى أن الاستعمار أراد أن يغرب مصر ويغير عروبتها، أسس مدارس باللغة العربية في مصر ليحافظ على عروبة مصر، وضم أبناء المسلمين، سمح بتعليم أبناء المسلمين فيها حتى لا يأخذهم الإنجليز في الاحتلال. قام بهذا الفعل، هذه رؤية البابا كيرلس الرابع، قال نحافظ على عروبة مصر حتى لا تتفرنج ويأخذها الإنجليز في الاستعمار. إذن تاريخكم كله أنكم عندما تكونون مع بعضكم البعض لا يوجد مجال للتنافر، تحصل إشكاليات مستثناة، لكن عندما نفتح آذاننا، وعندما يفتح الكبار أحيانا من العقلاء من المسلمين والمسيحيين آذانهم لمن يريد أن يفتن، هنا تأتي الكارثة. ولهذا اقرأوا تاريخكم بطريقة صحيحة. نيافة الأنبا مرقص، أنا ممتن لوجودك، بشكرك جدا بركة جدا سيدي الحبيب، بشكر حضرتك جدا. آمنت بالله، غدا حلقة جديدة.